كانت عندي، لا هي بكثرة العدد، ولا هي بزود المدد، ولا هي بكنز المال. عادل الزيد شعر في فن وشعر الزهيري، تميز في فن وشعر الزهيري بأداء صوته الجميل وكلماته المعبرة، ولي سمعنا زهيرياته ياخذنا للماضي الأصيل مع المفردات الكويتية الأصيلة. كرم من قبل المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في مسابقة الهيئة العامة للشباب والرياضة بحصوله على المركز الثاني على مستوى دولة الكويت عام 2000، وكرم مرة ثانية في عام 2001 على نفس المركز، وهو عضو في لجنة تحكيم فن وشعر الزهيري. له مشاركة أمسية شعرية مع الأديب والشاعر البحريني الراحل عبد الرحمن رفيع، حيث أشاد في شعره على مسرح البابطين. هو معد ومقدم برنامج إذاعي زهيريات، كتب للفنان نبيل شعيل أغنيتين وطنيتين وأغنية قصتي لفرقة جيتارة. بداية حبنا فرحة ونهاية قصتي وياك، رحلت اليوم عن عين حبيبي لا أبد منساك.